على وحدة وتماسك السودانيين. أيضا رسالة لمتبقي متمردي الدعم السريع، أن أنتم بكل أسف مقادين وراء نفرين أو ثلاثة بتخدم في أجندة شخصية لأشخاص ما عندهم هدف غير أن يروا طمعهم للسلطة. في مجموعات ثانية قد تكون مساندة هؤلاء البشر، لأنه يقول لهم ما في زور حيصل للسلطة على أشلاء وجماجم السودانيين إلا انتهوا كل السودانيين. وإلا في زور ثاني فاتوا اللي هو حيكون مضمون للسودانيين عشان يحكموا بعد الصواف من ده، بنقول له انت غلطان الا تنتهينا الناس اللي قاعدين بين تنتهي تحكيم. لكن انت قتلتني ونهبتني واتصلت باولادي وشلت بيتي، يا ريت تحكمني ثاني كيف بهذه الطريقه، نزحتني واغتصبت ارضي. الكلام ده يفترض انه الناس اللي بيدعموا التمرد والله واقفين معاه وخاصه السياسيين يولوا لهذا الامر، هم ذاتهم حيكونوا مفروزين زي الشعب السوداني ما لفظ المتمردين، حيلفظهم هم ذاتهم اذا استمروا في دعمهم ومساندتهم لهذا التمرد. نحن طبعا التطورات كلها اللي شايفينها الاخيره، ويمكن انا بكل اسف بقول ان والله احنا مشينا بقلب مفتوح عشان نتفاوض وعشان نصل للسلام. نحن نفتكر المفاوضات ما تلبي رغبة الشعب السوداني لن تكون مقبولة. مفاوضات ما فيها نهاية لهذا التمرد، مفاوضات ما فيها خروج نهائي من مناطق القتال ما حتكون مقبولة. نحن كسودانيين بنفتكر من هذا الشعب حقنا نحن، لكن بكل اسف جزء كبير من مكوناتنا اصبحوا الان يتسولون في عواصم العالم عشان يجدوا الحلول. نحن موجودين هنا والشعب السوداني موجود هنا، دار الحلول تعال اقعد معانا هنا، تعال اتكلم معانا هنا بالحلول. ما بحلول بتجي من برا ولا بحلول حتى الله حتضرب علينا ولا بحلول حيضرب النار على الشعب السوداني. الحل عند الشعب السوداني هنا، لا يرتحل لا يرتحل، تعال اقعد مع السودانيين الموجودين هنا ده اللي انضربوا واتنزحوا وقاعدين هسه مدني، دي غريب 5-6 مليون نازح موجودين هنا في مدني ومثلهم في شندي وفي عبره وفي كل مدن السودان، وعشرات مثلهم طلعوا خارج السودان برا من الجنينه من زالنجي من كل منطقه. اذا انت دار سلام داير تتكلم في مستقبل السودان، تعال اتكلم مع الناس اللي واضعين الجمره، تعال اقعد معاهم شوف الحلول اللي بتطلع منهم. نحن برضو واحده من الادوات اللي احنا ما قبلناها ليست اليونين تانس، يعني طبعا نفتكر انه العالم استجاب لرغبتنا في اننا ننهي وجود هذه البعثه. نحن لا نرفض العمل مع الامم المتحده ولا نرفض التعاون معها، لكن تجيب لنا بعثة محايدة تساعدنا في أننا نعيد الأمن والاستقرار للسودان. أي بعثة أو أي مندوب يجي هنا للسودان ويحاول أنه يصطفي فئة أو يصطفنا مع فئة حتما لن يكون مقبول. احنا بنرحب المندوب أو الممثل للأمين العام الجديد، لكن بنقول له برضه عندنا رسالة قبل ما تجي السودان، أعرف انه انت جاي عشان تعين كل السودانيين ما عشان تعين فئه محدده او مجموعه محدده. اذا كان وقفت في صف واحد ضد الاخرين مصيرك حيكون مصير من سبقك. على العموم نحن الثاني بنكرر للشعب السوداني انه هذه المعركه معركه الكرامه لن تنتهي ولن تتوقف الا بنظافه كل السودان. وهذه المعركة ما معركتنا نحن برانا، أصبحت معركة كل السودانيين، أصبحت معركة الشعب السوداني.
أصبحت معركة فعلاً لاسترداد كرامة السودانيين. نحن كلنا مع مواطنينا، مع شعبنا المؤمن بوحدة السودان، المؤمن بقضية السودانية، سندمر هذا العدو وسنسحقه وسنعزف كل من يعينه إلى مزبلة التاريخ. لكم التحية ولكم التقدير، وإن شاء الله الفرقة الأولى تبقى قاعدة لتطهير جمهور الخرطوم وتطهير انطلاق إلى مدينة السودان.